مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لا زلنا نتواصل معكم ومع هذه الفترة المسائية وشوطا جديد. أعلنت انطلاقة خاص بالأبكار أو خاصة، شوف اللي على الخاص بالأبكار الأصايل المهجنات، وخاص بأصحاب السمو الشيوخ. المسافة هي 5 كيلومترات، رصدت لسن الإذاعة. نتابع نراقب ماذا يدور على بداية هذا الشوط. من اللي تقود هذه المجموعة؟ هيلكس الهودة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم، مع راشد بن سالم بالشاوي الغفل اللي يقوم بعملية التضمير. بينما المركز الثاني، إذا هناك تفجير على ثاني المراكز، تعود ملكية لسمو الشيخ محمد بن سعيد بن راشد النعيمي مع محمد بن غفان اليابري اللي أو هناك لسمو الشيخ راشد اللي تتواجد على المركز الثاني. يا سلام لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وراشد بن سالم بالشاوي الغفلي أيضا عنده عملية التضمير. أيضا ثالث المراكز بدورها أيضا تعود ملكيتها لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، ولكن أيضا نفس الشعار لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سالم بالشاوي الغفلي، دافع بثلاث بهذا الشوط. بينما المركز الرابع، إذا نتابع رابع المراكز، هناك شهبان تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم أو لسمو الشيخ محمد بن مر آل مكتوم بالمضمر. هناك يا سلام المضمر سعيد بن سالم اليريبي. بينما المركز الخامس، إذا نتابع خامس المراكز، هناك تعود ملكيتها لسمو الشيخ سلطان لسمو الشيخ سلطان بن زايد الهيان، والمضمر احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. اذا نمشي بدون كشف، نعود الى المقدمه والصداره والتحدي والصراع والاثاره، واول المراكز اللي على بدايه هذا الشوط. يا سلام، اذا اللي على البدايه وعلى الصداره سلهوده تعود من كتاب سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب مع سالم، مع سعيد بن سالم او مع سالم راشد بن سالم بالشاوي الغفل اللي يقوم بعمليه التضمير. بينما اللي على المركز الثاني، يا سلام، اذا ثاني المراكز وضح اللي على المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان مع احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. بينما المركز الثالث، يا سلام، الشاهنيه على ثالث المراكز تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وراشد بن سالم بالشاوي الغفلي عند عمليه التضمير. بينما المركز الرابع، يا سلام، اذا المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سهيل بن هيان العامري اللي عنده عملية التضمير. بينما المركز الخامس، يا سلام، خامس المراكز تعود ملكيتها لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلم مع ياسين السوداني اللي عنده عملية التضمير. هذه كانت النتيجة للخمس المراكز الأولى. نتابع نراقب ماذا يدور على المراكز الأولى، على البداية، على الصدارة، على التحدي، على الإثارة. هناك الشاهنية، ما نعطيها الشاهنية اللي على المركز الأول. تعود ملكيتها لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى المضمر ياسين السوداني. بينما المركز الثاني، يا سلام، وضح لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي اللي عنده عمليه التضمير. بينما المركز الثالث، هوايل على المركز الثالث، تعود ملكيتها لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد او مع سالم او راشد بن سالم الشاوي الغفل اللي عنده عمليه التضمير. بينما المركز الرابع، الشاهنية لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سالم بالشاوي الغفلي. بينما المركز الخامس، نشوة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع حمد بن سهيل بن هيان العامري هو المضمر. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى. نعود إلى المقدمة والصدارة والتحدي والصراع والإثارة، والشاهنية من بدأت تسيطر على البداية، على الصدارة، على التحدي. تعود ملكيتها لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلم ياسين السوداني، الزول ذاته قايم بعملية التدريب. بينما المركز الثاني وضح لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان مع احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. بينما المركز الثالث، يا سلام، المركز الثالث اللي وصلت الى المركز الثالث، يا سلام، اذا نتابع نشوف ثالث المراكز اللي وصلت. مياسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو المضمر. بينما المركز الرابع، اذا نتابع رابع المراكز، لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع الشاهنيه وراشد بن سالم بالشاوي الغفل عنده عمليه التضمير. بينما المركز الخامس، اذا خامس المراكز وصلنا الاسم الحالي
الحقيقي ملوع، تعود ملكيته لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، راشد بن سالم بالشاوي الغفلي هو المضمر. هذه كانت نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى. إذا نتابع سهم جانا اسمها الحقيقي، سهم اللي سهمت على المركز الأول لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. ولكن دير بالك يا أخي، دير بالك، هناك الهجوم، هناك الخطير هاجم بمياسة إلى المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع أحمد بن سلطان بن رشيد. السويدي هو المتابع والمراقب بعملية التضمير، بينما المركز الثالث هناك اللحوق اللحوق اللحوق، ولكن ينخطب من الشاهلية لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سالم بالشاوي الغفلي، واللحوق على رابع المراكز لسمو الشيخ عبد الله بن أحمد المعلم ياسين السوداني هو المضمر. يا سلام، بينما المركز الخامس تواجد جميل من قبل اللي صيبه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وحمد بن سهيل بن هيان العامري هو المضمر. يا سلام، هذه نتيجتنا للمراكز الأولى. للبداية نعود إلى الصدارة والتحدي والصراع، وسهام سهام اللي على المركز الأول على الصدارة على البداية الملكية لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان وحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. ولكن 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 أتتك الرياح بما لا تشتهي السفن، أتتك الرياح بما لا تشتهي السفن. هناك مياسة 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 سيطرت على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب مع أحمد بن خلفان بن صايغ مع أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي هو المضمر، بينما المركز الثاني. إذا ثاني المراكز سهم لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان مع أحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي. وثالث المراكز تتواجد الشاهلية على ثالث المراكز لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع راشد بن سالم بالشاوي الغفلي. ولكن خلونا عند البداية وعند الصدارة. الله يا كيل الأخير، الله يا التحدي، الله يا الإثارة. ماذا يحمل من قوة؟ ماذا يحمل من صراع؟ ماذا يحمل من قوة؟ الله 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 الله، مياسة 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 سيطرت على هذا الشوط، سيطرت على السلام. سلام لدبي، سلام لمرغم، سلام لدبي، سلام لزعبيل، سلام لمقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز الثمين اللي حققته. مياسة تهاني لو ناموس، وتهانينا لأحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان الهيان، وتهانينا أيضا لأحمد بن خلفان بن صايغ المزروعي على هذا الفوز الثمين للمركز الثالث. المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ عبد الله بن احمد المعلى. هذه كانت نتيجتنا للخمسه المراكز الاولى. اذا نعود بالتهنئه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز مياسه في المركز الاول. تهانينا والناموس، واحيل الميكروفون الى جمعه سيف، والى هناك.